مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف العاشر في مادة الجغرافيا الوحدة الرابعة في الدرس الثاني، درس المناخ. طبعا بعد أن انهينا في الدرس السابق درس علم الظواهر الجوية، عرفنا علم الظواهر الجوية الذي كان يسمى بالميترولوجيا، ننتقل إلى درس جديد وهو المناخ. المناخ، ما هي أهمية دراسة المناخ؟ طبعا العلماء، علماء الطقس وغير علماء الطقس، يهتمون بدراسة المناخ نتيجة أن هذا المناخ يعد من أكثر العوامل تأثيرا على الكائنات الحية. يعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة على الكائنات الحية، طبعا بعناصره المختلفة من رياح وحرارة ورطوبة وضغط جوي وهطول وكثافة وغيرها من العناصر. فما هو الفرق؟ طيب نحن نسمع طقس مناخ، في فرق بين الطقس والمناخ؟ أكيد في فرق. بالنسبة للمناخ طبعا اثنين يهتمون بحالة الجو، لكن المناخ طبعا يهتم بدراسة الغلاف الجوي الذي يحيط بسطح الأرض وخاصة الطبقات السفلى الملامسة لسطح الأرض. مدة بالنسبة للمناخ، المدة الزمنية لدراسة حالة الجو هي قد تصل إلى 35 سنة وأكثر، قد تصل إلى مدة طويلة تقدر ب 35 سنة أو أكثر. أما بالنسبة للطقس فهو حالة الجو من رياح وأمطار وحرارة ورطوبة وضغط جوي، لكن خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، لا تتجاوز الأسبوع. فالطقس حالة الجو لكن خلال فترة زمنية قصيرة مثل ما ذكرنا لا تتجاوز الأسبوع. أما بالنسبة للمناخ فأيضا هو حالة الجو بعناصر المختلفة من رياح وثلوج وأمطار وكثافة وغيرها لفترات طويلة تمتد إلى 35 عاما وأكثر من 35 عام. فالطقس والمناخ، الطقس نقول عليه حالة الجو من رياح وحرارة ورطوبة وكثافة طبعا وأمطار خلال فترة طويلة تمتد لأكثر من 35 عاما. أما بالنسبة لل أو هذا بالنسبة للطقس، خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع. لا تتجاوز الأسبوع. والمناخ أيضا هو حالة الجو من رياح وحرارة ورطوبة وكثافة وأمطار، لكن إيش؟ لفترة تمتد لأكثر من 35 عاما. فالطقس حال جو خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، والمناخ فترة تمتد لأكثر من 35 عام. عناصر المناخ، عناصر المناخ، طبعا عناصر رئيسية للمناخ أربعة: الحرارة والرياح والضغط الجوي والرطوبة الجوية. الحرارة والرياح والضغط الجوي والرطوبة الجوية. فعندنا أولا الحرارة والرياح والضغط الجوي
والرطوبة الجوية. طبعا رح نتكلم في الدروس القادمة عن عناصر المناخ بالتفصيل، وخاصة عنصري الحرارة والرياح. أيضا في عنا ما هي العوامل المؤثرة في المناخ؟ العوامل المؤثرة في المناخ، العوامل المؤثرة في المناخ. طبعا عندنا أربعة عوامل تؤثر في المناخ. العامل الأول الموقع على درجات الأرض، أيضا عندنا التضاريس والقرب والبعد من البحر، يعني توزع اليابسة والماء، وآخر عامل هو التيارات البحرية. فالعامل الأول مؤثر في المناخ الموقع على درجات الأرض، الموقع على درجات الأرض. فعندنا هذا خط الاستواء، طبعا هون القطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، في عندنا ايضا مدارات. فالموقع على درجات الارض هذا اول عامل مؤثر في المناخ. عندنا خط الاستواء، من المعلوم انه خط الاستواء هو اكثر المناطق حراره، خط الاستواء والمناطق ايش المحيطه حوله او المناطق اللي تقع قربه، فهاي هي اكثر المناطق ايش حرارة. وكلما اتجهنا أو ابتعدنا عن خط الاستواء من ناحية الشمال وناحية الجنوب، درجات الحرارة إيش؟ تقل وتنخفض. طبعا فذكرنا بالنسبة لموقع درجات الأرض أكثر المناطق حرارة هي التي تقع قرب أو حول خط الاستواء، هاي هي أكثر المناطق حرارة. السبب طبعا لأن أشعة الشمس تكون عمودية، تكون أشعة الشمس عمودية، وكلما ابتعدنا شمالا وجنوبا عن خط الاستواء يعني اقتربنا من القطبين، درجات الحرارة إيش راح تكون أقل. والسبب أن الشمس تكون مائلة، أن الشمس تكون مائلة، فأكثر المناطق حرارة التي تقع حول خط الاستواء، كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا عن خط الاستواء تقل درجة الحرارة. العامل الثاني طبعا هو التضاريس. طبعا بالنسبة للتضاريس، التضاريس تؤثر في المناخ من ناحيتين، التضاريس تؤثر في المناخ من ناحيتين. أولا من ناحية الارتفاع، وأيضا من ناحية الاتجاه، ناحية الارتفاع ومن ناحية الاتجاه. فبالنسبة للارتفاع معلوم أنه كلما ارتفعنا على مستوى سطح البحر درجة الحرارة إيش راح يصير فيها؟ راح تقل. كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة. طبعا في عندنا قانون ثابت ألا وهو كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر راح تقل درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. كل ما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر راح تقل درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، يعني انتقلنا 300 راح يصير عندنا تناقص لدرجتين مئويتين وهكذا. فبالنسبة للارتفاع كلما ارتفعنا 150 متر ايش قد يصير عندنا تناقص؟ درجة مئوية واحدة، درجة مئوية واحدة. بالنسبة أيضا الضغط، هاي بالنسبة للحرارة. أما بالنسبة للضغط أيضا عندنا قانون، كلما ارتفعنا 13 متر يتناقص الضغط الجوي 1 ميلي متر زئبقي بقي. كلما ارتفعنا 13 متر عن مستوى سطح البحر راح يقل الضغط الجوي 1 ميلي متر زئبقي. أيضا بالنسبة للضغط كلما ارتفعنا 13 متر عن مستوى سطح البحر راح يصير عندنا تناقص 1 ملي متر زئبقي. هاي بالنسبة للتأثير الارتفاع. بالنسبة للاتجاه في عندنا هون أمر أن
بالنسبة للاتجاه الأمطار تغزر في السفوح الجبلية التي تتعرض أو التي تكون مواجهة للرياح المحملة ببخار الماء. تغزر الأمطار في السفوح الجبلية المواجهة للرياح التي تكون محملة ببخار الماء، على عكس إيش؟ السفوح الداخلية التي تقل فيها الأمطار، تقل الرياح في السفوح الداخلية. أما السفوح التي تكون مقابلة لي أو التي تواجه الساحل أو تواجه المسطحات المائية، هي إيش تكون؟ أو التي تواجه الرياح المحملة ببخار الماء، تكون كمية الأمطار فيها غزيرة، على عكس السفوح الداخلية التي تقل فيها الأمطار. بالنسبة للقرب والبعد من المسطحات المائية، ثلاثة، القرب والبعد من المسطحات المائية أو تقوم من البحر. القرب والبعد من البحر يعني توزع اليابسة والماء. طبعا تكتسب اليابسة الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة. اليابسة تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة، على عكس الماء. طبعا بالنسبة للماء يكتسب الحرارة ويفقدها ببطء. لذلك نلاحظ يعني أن المناطق القريبة من البحر تتميز باعتدال حرارتها أو باعتدال مناخها، سواء كان في الصيف أو في الشتاء، وأيضا أمطارها أغزر، تتميز بغزارة أمطارها. فالمناطق القريبة من البحار تتميز باعتدال مناخها صيفا وشتاء وبغزارة أمطارها، على عكس إيش؟ المناطق الداخلية أي البعيدة عن البحار. طبعا بالمناطق الداخلية تكون عندنا درجة الحرارة أو الحرارة أكثر صيفا وأشد برودة شتاء، وكمية الأمطار فيها أقل، طبعا السبب لبعدها عن البحار. فالمناطق الداخلية تكون أكثر حرارة صيفا وأشد برودة شتاء وأمطارها أقل، طبعا السبب لبعدها عن البحر، على عكس المناطق القريبة من البحار والتي تكون أو تتميز باعتدال حرارتها سواء كان في الصيف أو في الشتاء وبغزارة أمطارها. العامل الرابع، التيارات البحرية. التيارات البحرية، طبعا المقصود بالتيارات البحرية هي مثل أخذناها بدروس سابقة، هي عبارة حركة انتقالية طبعا لمياه البحار والمحيطات، حركة انتقالية تشبه الأنهار الجارية ضمن البحر، يعني كأنه في نهر يجري ضمن ماء البحر أو المحيط. طبعا التيارات البحرية نوعين، تيارات حارة تيارات باردة. فالتيارات البحرية حارة، تيارات حارة وباردة، تيارات حارة وتيارات باردة. ما تأثير هذه التيارات سواء كانت حارة أو باردة على المناخ؟ طبعا التيارات الحارة تؤدي إلى ارتفاع حرارة المناطق الساحلية التي تمر قربها. المناطق الساحلية التي تمر بقربها التيارات البحرية الدافئة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة فيها وإيش؟ غزارة الأمطار فيها، تؤدي إلى غزارة أمطار فيها، أي ازدياد كمية الأمطار في هذه المناطق الساحلية، على عكس التيارات الباردة. التيارات الباردة تؤدي إلى انخفاض حرارة المناطق الساحلية التي تمر قربها وتقل كمية الأمطار فيها. فالتيارات البحرية نوعين، حارة وباردة. التيارات الحارة تؤدي إلى ارتفاع حرارة المناطق الساحلية التي تمر قربها وتؤدي إلى غزارة الأمطار فيها أو ازدياد كمية الأمطار فيها، على عكس التيارات الباردة التي تؤدي إلى انخفاض حرارة المناطق الساحلية التي تمر قربها وقلة كمية الأمطار. أخيرا عندنا المناخ وصحة الإنسان. طبعا ما هو تأثير المناخ على الإنسان؟ طبعا للمناخ تأثير مزدوج على الإنسان، للمناخ تأثير مزدوج على الإنسان، فله تأثير جسدي وتأثير نفسي، تأثير جسدي وتأثير نفسي. وقد تكون هذه التأثيرات مباشرة
كما في حال تعرض الإنسان لموجة برد شديدة، أو تكون تأثيرات غير مباشرة كما تكون عن طريق الميكروبات والحشرات. طبعا في عندنا هون أمر أنه كثير من الدراسات العالمية أثبتت أنه في صلة وثيقة بين حالة الجو وعدد الوفيات، بين عدد الوفيات وحالة الجو في صلة وثيقة. يعني أكثر الوفيات تحدث عندما تحدث أو عندما تكون إيش رياح بسرعات عالية جدا، والتي أيضا في عندنا هون أمر أن من أكثر الظواهر الجوية التي تضر صحة الإنسان أو التي تؤثر في صحة الإنسان هي حالة انخفاض الضغط الجوي. في حالة انخفاض الضغط الجوي هي أكثر الظواهر التي تؤثر على صحة الإنسان أو تضر صحة الإنسان. طبعا انخفاض الضغط الجوي الذي يترافق بحرارة مرتفعة وهطول للأمطار، طبعا مصاحب لعواصف هوائية. أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بهذا أو بهذه الحالة هم الذين يكون عندهم أمراض قلبية وأمراض وعائية. فللمناخ تأثير كبير على صحة الإنسان. هذا هو كان درسنا عن المناخ. طبعا ذكرنا الفرق بين الطقس والمناخ وعناصر المناخ وما هي العوامل المؤثرة في المناخ، تكلمنا عنها بالتفصيل. هذا هو كان درسنا، وأتمنى لكم التوفيق.